الشخص الذي أتعبته الحياة قد نشر ستوري جديد كتب فيه للناس. الدنيا مثل ستوريات واتساب، أجل تتقلب طبعا، تدخل يوما فتجد ستوري لشخص وهو يترحم على أمه التي فارقت الحياة، وبعده ستوري لأحدهم وهو يقبل جبين أمه والفرحة تغمره لوجودها على قيد الحياة، ثم تجد ستوري لإحداهن وهي تفرح بحفل زفافها، وبعده ستوري لفتاة قد ضاقت بها الحياة وكتبت فيه يا الله رحمتك فقد ضاقت بنا، وبعد ذلك قد تجد ستوري لشخص وهو يستمتع بهواياته، وبعده ستوري لأحدهم قد أتعبته الحياة، وبعد مدة قد تجد صاحب ستوري نشر الهوايات قد نشر ستوري يطلب فيه الدعاء للشفاء من المرض، وأما الفتاة التي فرحت بزفافها قد نشرت ستوري كتبت فيه لا ثقة في الحياة، وأما اليتيمة فقد نشر ستوري جديد يفرح فيه لحصوله على وظيفة جديدة، والشخص الذي أتعبته الحياة قد نشر ستوري جديد كتب فيه للناس لا تيأس وواصل العمل وستصل حتما إلى ما تريد، لذلك كن ممن يحيا يومه لا ممن يعيش ظهرا ليس له. السلام عليكم.